السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم حلوة ديال نوا دو كوكو والكونفيتور اللي كنسميها بول دو نيج. بول دو نيج كويرات ديال الثلج. نبداو على بركة الله، نقولوا المقادير. عندنا هنايا كيلو تاع الدقيق، ما غنديروش كامل، على حسب الخليط، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. عندنا هنايا صاشيه وحده ديال خميره تاع الحلوه. عندنا هنا 200 مليلتر ديال الزيت. عندنا هنا 140 غرام ديال السكر. عندنا هنا 4 البيضات، وعندنا هنا 70 غرام ديال الزبده. نبداو على بركه الله. البيض نزيد ليهم سنيده، درنا البيض، درنا سنيده، ونزيد فيهم الزبده. لان القشور خصني ندير شويه تاع القشور تاع الحامض، شويه ولا قشور تاع الليمون، تما كيحيدو داك الزفر تاع البيض، كيعطو مذاق زوين، هما ولا قشور تاع الليمون. كيما كتشوفو غنزيد الدقيق شويه بشويه. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه، زعما ما غاتجيكمش رطبه وزوينه. عاد نزيدو الخميرة اللي قلت لكم، نزيدو شوية تاع الدقيق تاني، شويه غير هكا باش يحيدو التحريك ديال الزبده، ما خدمتهمش بقبيله مع السنيده مزيان. صافي انت كتشوفي وقت الملسه. غنزيدها دابا شويه تاع الدقيق، كتشوفو شويه جاريه، ما كتلصقش بزاف، ولكن خلا جاريه باش تجي شويه بلاتة، تجي شيشه من الداخل باش يدخل لها داك الكونفيتور كما كتشوفوا هكا. ندير على هاد الجهد كما كتشوفوا، غنديرهم على هاد الحجم هذا، غنديرهم صغيورين باش ما يكبروش لينا، باش ملي نلصقهم يجيو كويرات كما كتشوفوا صغيورين مويين. من بعد كيتنفخو كيجيو كبار بزاف، مكيجيش عندهم واحد الديكور زوين في الحطام، وهاد الصغيورين كيجيو زوينين بحال هكا، ملي كتلصقيهم كيجيو
عطينا المنظر زوين كما كتشوفوا كنديروا الكويرات بحال هكا ودابا غادي ندخلوا كما كتشوفوا كيجيو على هذا الحجم هكا صغار ودابا غادي نسخن الكونفيتير وشويه ديال الزهر غادي نحطو الكونفيتير ونديرو في كاسرولة باش نسخنوه يكون داك الكونفيتير كيكون مطحون مزيان كيكون فيه دوك لي فروي نشدو معلقة تاع الزهر جوج معالق تاع الزهر كيما كتشوفو دابا غادي نديروه يسخن شويه كما كتشوفوا نبقاو نحركوا نديرو على نار مهيله نبقاو نحركوا حتى كنشوفوه داب كله داب ولا كيبان جاري حيت ما يمكنش يكون هكا معقد بحال هكا مكركب بحال هكا ونديرو مع الحلو ما كيدخلش ليه الداخل كما كتشوفوا كيملي بحال هكا راكم كتشوفوه سخون باقي شتم بحال هكا خصو يكون مخصوش يكونو فيه دوك الكبيدات ديال الخوي اللي كبدين خصو يكون هكا باش يدخل مع الحلوى الداخل باش تجي رطبة وراه فيها المذاق مزيان هيا غادي نبداو نحطو في الكاطو سخون الكونفيتور معليش مزيان ليه باش يدخل ليه الداخل كيما كتشوفو باقي جاري ها سافو دير باقي سخون نديرو حتى نديرو الحامض ونخلوه يرتاح واحد نخلوه في الكونفيتير يطرق واحد 3 دقائق بحال هكا عاد نديرو في الكوع في المواد الكوع ديك الساعه غادي نسخو ونديرو في المواد الكوع ونحطوه بحال هكا ونديرو بحال هكا ونحطوه هنا كيف يشتد لين دابا كتطير شوية على الزيت كنهم قلب ولا اللي قدها ورا نولي هكا نزيد هاد الزيت بحال هكا كتكون شوية وحدة كبيرة من وحدة 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 مكنقربوش ليهم يديهم حتى بحال هكا أنا كنفضل لي بول بحال هكا ندير ليهم كيفهمكم الكوك ولا نوع داك السكر كلاصي وكنبقى نهزو بحال هكا ونحطو في الطوسيط كيما كتشوفو اوب كيما كتشوفو بقى فيهم الكونفيتير مزيان بعدا هما كيسهل علينا ملي غنسالي هادشي كامل غادي يرجع معايا كيما كتشوفو بعد ما طيبناها ودرناها بالكونفيتير كيما وريتكم في الفيديو درناها في نوت كوكو هانتو كيفاش كتشوفو كتجي بحال هكا كتجي هشيشة ورطبة وبنينة وكيما كتشوفو أنا نحل ليكم وحدة من الداخل كيما كتشوفو من التحت كتجي داخل كيدخل كتهو لي كيرطبا من الكونفيتير ملي كيكون سخون كيدخل لداخل و كتولي رطبا و هشيشة نتمنى الوصفة تاعتكم تكون عجباتكم بسلامة عليكم